انا عايز اقف معاك شويه مع خطوط النادي الاهلي الثلاثه. تمام. يعني احنا الحمد لله مطمنين جدا على حراسة المرمى في وجود الشناوي ومن وراء علي لطفي. علي لطفي هبتدي بخط الدفاع. خط الدفاع لفت نظري فيه الحقيقه تالق الرباعي. انا بالمناسبه طبعا احنا بدر ان شاء الله راجع علينا في ماتش المقاولين، هو كان غاب عن ماتش سموحه بسبب 3 انذارات. تتعدد الاسباب، لكن في فتره من الفترات تلاقي واحد من المدافعين مش موجود. يعني بدر موجود، ايمن موجود، ايمن يطلع يدخل ياسر، ربيع. ياسر يطلع يدخل ربيعه. ما شاء الله ما شاء الله، رغم انه الخط ده اللعيبه بتاعته رجلها مش في الملعب باستمرار، لكن كل واحد ما بيجي يشارك في مباراه او تحس انك محتاجه في مباراه تحس ان هو ولا كانه كان بره، يعني تحس ان هو فور في اعلى مستوياته. وامبارح ده شفناه مثلا هو ياسر. ياسر ابراهيم عايزين ندي لياسر حقه. يعني انا عايز اتكلم على ياسر، زي ما انت قلت كده بالظبط، ياسر يغيب ويرجع ما شاء الله واقف على رجله، مركز جدا، عارف مهام وواجبات مركزه كويس قوي، مركز بشكل كبير جدا، واضح اللي هو حتى لما ما بيلعبش هو مركز، ما بيعترضش على اي حاجه، بيشتغل على نفسه وشغال في تمرينه كويس، عشان كده لما بياخد الماتشات بتلاقيه جاهز، فالتوفيق بيكون معاه، بيطلع بشكل كويس جدا. امبارح الجمهور مبسوط بيه، شكله في الملعب كويس، واقف على رجله كويس، اي مواجهه واحد على واحد بيقطع بشكل كويس، سرعات موجود، تغطيه موجود، يعني عمل ماتش كبير جدا امبارح. اعتقد ان ياسر مثال كبير جدا للعيبه كتير، ان حتى لو انت ما بتلعبش لازم تكون جاهز ومركز عشان لما تلعب تمسك في فرصتك وتاخد الفرصه عشان تثبت للناس كلها ان انا استحق ان انا اكون متواجد. ولما بتكلم تحديدا على الباكات في النادي الاهلي، يعني تعرف حضرتك الجمهور لما بيجي يسمع تشكيل المباراه في اوقات كتير جدا، انا مش بتكلم طبعا على ماتش سموحه، بتكلم على اي ماتش من ماتشات الاهلي على مدار التاريخ، انت بتسمع التشكيل ففي لعيبه تبقى مطمن ومرتاح انها موجوده في الملعب، وفي لعيبه ممكن تبقى قلقان شويه، ممكن مش في مستواهم او بعاد او لسه ما وصلوش للتوب فورم بتاعهم. ابدالي ان النهارده بتسمع اسم اي واحد من الاربعه، بدر او ايمن او ربيعه او ياسر، انت مطمن، رغم انه حتى لو ممكن حد منهم بعيد شويه، بس انت مرتاح لوجود الاربعه، واعتقد ده كمان مريح بالنسبه لمستر موسيماني. اكيد طبعا. دلوقتي بقى في اطمئنان عند الجمهور، عندك الخطوط كلها يعني ما شاء الله طبعا عشان الحسد لا ما شاء الله في، وربنا يكملها على خير يعني، واللعيبه يبعد عنها شر الاصابات يعني. لا في تكامل بنسبه كبيره جدا في الخطوط كلها للنادي الاهلي، خط ظهر النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم، سواء ثنائيه ايمن امبارح وياسر حاجه عظيمه، حاجه محترمه، الاثنين واقفين على رجلهم بشكل كويس، مفيش اي خطوره كانت على مرمى النادي الاهلي امبارح، واقفين صح. انا بيتهيألي كمان المركزين دول تحديدا كابتن ايهاب مش مرتبطين بس التالق بمستواك وجاهزيتك، لكن مرتبط كمان بان يبقى في تفاهم بينكم وبين بعض، وده اللي شفناه امبارح، كان في تفاهم كبير جدا. وبرده اللعب، يعني انا المركز ده صعب جدا، اللي انت المدافع لو بعد عن حساسيه المباريات لما بيرجع بيبقى فيه تخوف شويه. صحيح. فده اللي انا عشان كده بتكلم على ياسر، ليه؟ ياسر لما بيغيب بيرجع كويس عشان ياسر مركز وبيكون شايف شغله كويس قوي، مركز شغله كويس قوي، فانا عشان كده ربنا بيكافئه على المجهود اللي هو بيعمله. فانا في اطمئنان كبير جدا على اي ثنائيه هتلعب من الاربعه، في اطمئنان كبير جدا 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 عند جمهور النادي الاهلي دلوقتي من خط ظهره، سواء بدر بانون موجود، ايمن اشرف، رام ربيعه، ياسر ابراهيم، الرباعي ما شاء الله عليه دلوقتي في المستوى العالي بتاعه، في قمه تركيزهم، عارفين المسؤوليه اللي موقعه عليهم، فاعتقد اي ثنائيه هتلعب الفتره الجايه هتكون كفيله ليها تشيل خط ظهر النادي الاهلي في اصعب الاوقات ان شاء الله.